سيكون لديكم سلام في الشرق الأوسط، ولكن ليس مع المهرجين الذين يديرون الولايات المتحدة الآن. كلنا نريد أن تنتهي الحرب في غزة وأن يخرج الرهائن في أسرع وقت ممكن، وسأبذل كل ما في وسعي لتحقيق ذلك. منذ اللحظات الأولى لاندلاع الحرب في غزة، دعم كلا المرشحين دونالد ترامب وكامالا هاريس الجانب الإسرائيلي. فقد كرر ترامب على مدى العام الماضي مقولة أنه لو كان في الحكم لما وقعت هذه الهجمات، في حين تكرر هاريس بلا توقف مقولة حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. لكن يبدو أن للانتخابات أحكامها كما يقال، فقد تغير خطاب المرشحين في محاولة لاستمالة الناخبين العرب والمسلمين، خصوصا في ولاية ميشيغان الحاسمة، في ظل استمرار حالة الغضب في أوساط المجتمعات الأمريكية من أصول عربية ومسلمة بسبب استمرار الحرب في غزة ولبنان. وعلى الجانب الآخر يتهم كل مرشح الآخر بعدم دعم إسرائيل بما فيه الكفاية، حيث قال ترامب أن إسرائيل لن تكون موجودة في غضون عامين إذا هزمت، في حين تصف هاريس خطاب ترامب حول إسرائيل بأنه معاد للسامية في محاولة لاستمالة الناخبين من أصول يهودية. From this day forward, it's going to be only America first. وبين هذا وذاك يرى محللون أن ترامب يبني وعوده على نهج القوة لا الدبلوماسية، على عكس هاريس التي تركز على حل الصراعات باستخدام الدبلوماسية والعمل مع التحالفات الدولية خصوصا في الشرق الأوسط. وبين الدبلوماسية والقوة تبقى وعود ترامب وهاريس الانتخابية حبرا على ورق، فبين تصريحات تدعم حق إسرائيل المطلق في الدفاع عن نفسها وحتى اختيارها التوقيت المناسب لإنهاء الحرب، وتصريحات أخرى تناقضها تماما مطالبة بإنهاء الصراع فورا، ربما طمعا في أصوات تحسم الطريق نحو البيت الأبيض. ويبقى مصير المهجرين والنازحين في غزة ولبنان مؤجلا حتى إشعار انتخابي آخر.